انا جالي خبطه شديده يعني، كنت لسه راجع من بره، وكان كنت يعني لسه راجع من اسبانيا، وكان اللي اتعرض هنا كان الاعلان، كان مش فاكر الحلقه الاولى يعني، كنا في البدايات وانا يعني كنت منقطع بقى شويه عشان التصوير في اسبانيا، وجيت بقى اول يوم هنا خدناها اجازه عشان اكمل التصوير. فبجد اول ما وصلت مصر كم تليفونات مش طبيعي، مش فاكر كان تاني يوم ولا تالت يوم رمضان حاجه كده يعني، وكم تويتات يعني، كان على الترند في تويتر القيصر ويوسف الشريف وميعاد القيصر امتى، ده الترند عامل كده يعني، صفحه الترند عامله كده. فكان الموضوع بالنسبه لي والله انا طبعا اتبسطت جدا يعني، في حد ما اتبسطش بكده يعني، الموضوع عامل حاله غريبه جدا عند الناس، عمري حتى ما عشتها من الاعلام كمان مني. فانا على قد ما اتبسطت اتخضيت يعني، اتخضيت علشان رمضان، وعلشان انا كنت بستغل الايام دي قبل ما نستأنف التصوير، فاني مبسوط قوي ان هنزل اصلي التراويح ومش عارف ايه، وسايب الناس كده. وبعد كده الكلام دخل في حته، كنت بكلم كمان والدتي في التليفون، و يعني كان في اتهام ضمني كده يعني، الناس بقى هتقعد تتفرج على قيصر ولا هتصلي، عملت لي كده يعني. فانا كان ده رد فعلي، رد فعل يعني بجد طفولي بجد يعني قصدي ان هو رد فعل بدون اي تفكير، ولن اندم عليه مهما كانت اراء الناس. هو الكلام كان بمنتهى الدقه، ان ايات ان تضيع ركعه كنت تمني ان تركعها، يعني شرح الموضوع ان انت داخل تصلي فبصيت لقيت القيصر ولا اعلان القيصر ولا اي حاجه، ما تقولش لا مش هصلي، بص بس على المسلسل، ده شرح الموضوع. كون ان الموضوع ده يبقى فيه اتهام بالتمثيل، ده نوع من انواع التخلف العقلي بكل صراحه، سوري لكل اللي هم بينتهكوا مهنتي وردوا يعني. في ناس ردت قالت الشغلانه لو حرام ما نشتغلهاش، ايه يا جماعه اللي جاب الشغلانه حرام؟ انا جبت حد ناوي يصلي والمسلسل خلاه يتردد في الصلاه، سوري يعني الاستخدام اللفظ ده انا اسف، بس يعني مش ممكن يكون ده. طب خلينا نقول التويته بشكل تاني علشان تبقى الموضوع واضح وصريح، اياك ان تضيع ركعه كنت تنوي ان تركعها لله سبحانه وتعالى علشان تعمل مكالمه تليفون هامه، هي دي التويته الجديده. ومش ممكن لو الناس فهمت ان ده اتهام لشركه سامسونج وايفون ان هم بيعملوا حاجات حرام، يبقى برضه في نفس المشكله، يبقى احنا عندنا مشكله في المجتمع، يبقى احنا عندنا